السلام عليكم أحبابكم في كويزين دو سنة إسبوار. معكم سنة في وصفة جديدة، الرغيف مقلي. حاجة الأولى نحطو 80 مليليتر من الماء، 80 مليليتر من الزيت، قرصة ملح، لافاني، مغرف كبيرة خل، سكر 3 مغارف، نخلط المكونات السائلة. من بعد نضيفو 250 غرام فرينة مع 1 ليفور تدريجيا حتى نتحصلو على عجينة. بعد ما تتلايم لنا شوية عجينة نعجنوها بيدينا وندكوها شوية ونخلوها ترتاح على جهة. ما بعد نحكمو العجينة تاعنا نورقوها ونورقوها الرقيق، نطبعوها بالطابع ونسخنو الزيت تاعنا. بعد ما يحمى الزيت تاعنا نقلوهم على جهتين حتى يدو اللون الذهبي، وبعد ما يطيبوا نزينوهم بالعسل والجنجلان. ان شاء الله هذه الوصفة تنال اعجابكم وتجربوها. اذا عجبتكم الوصفة ديروا لايك، وإذا كنتم جدد في قناة تاعي كويزين دو سنة إسبوع شاركوا فيها باه يوصلكم جديد.